الدعاء الصحيح المفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وقل بسم الله أستعين بأسماء الله أن تشفيني، أستعين بأسماء الله أن تشفيني، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد من مرض وألم، وأحاذر من تطورات ومضاعفات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس، لا مرض، طهور إن شاء الله، يجعله ربي طهور إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله. اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني. اللهم رب الناس، اذهب الباس واشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا يرجع مرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، 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 أسأل الله رب العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني. 7 مرات زي أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحد. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر من كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقي نفسي. فأنا ليس لي منقذ من هذا المرض إلا أنت، لأني عبد وأهلي عبيد، والعبيد لا مال لهم ولا ناصر إلا سيدهم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أنت تملك أن تشفيني، فناصيتي ورأسي أنت الذي توجهها وتتحكم فيها، وحكمك ماض في، وأنت الذي تملك أن تنصرني، عدل في قضاءك، فلم تظلمني بما حدث لي، فأنا الظالم بذنبي. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أعلمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أي مطر قلبي القاسي، فقلبي قاسي وأعترف أني ظالم قاسي القلب، ونور صدري المظلم وجلاء حزني على ما فات من نعم ضاعت، وذهاب همي على النعم التي ستضيع وأحمل همها. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إنا لله، أي أنا وأهلي عبيد لله ملك له، أي لا نملك شيئا، وما أخفته منا يا الله فهو نعمتك أخفتها، لم تظلمنا شيئا لأننا نستحق أن تؤخذ منا، وإنا إليه راجعون يوم القيامة لننال أجر أننا أقررنا أننا عبيد لا نملك، وأقررنا أن ما أخذ منا فهو رد لنعمة الله مالكها، وما أخذ منا تأديبا لنا ولم نظلم حين أخذ. إنا إليه راجعون يوم القيامة لننال أجر الثلاث إقرارات التي قلناها في إنا لله، أننا عبيد لا نملك أي نعمة، وما أخذ منا هو رد نعمة إليك، ونحن عبيد مستحقين لذلك الكرب وذلك الضيق بتقصيرنا تأديبا لنا. اللهم آجرني في مصيبتي ورضاي بقدرك فيها، اللهم أجني في مصيبتي ورضاي بقدرك فيها، وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لا إله إلا أنت، ليس لي إله ألجأ إليه ينقذني إلا أنت يا رب العالمين، فأنا العبد وأنت الإله الذي لا ناصر لهذا العبد إلا بك. سبحانك لم تكن ظالما، إني كنت من الظالمين المستحقين لتلك المصائب، وإني أتوب إليك من كل ذنب فعلته. لا إله إلا أنت، ليس لي ناصر إلا أنت. سبحانك لم تكن ظالما بمصيبتي، إني كنت من الظالمين، بل أنا الظالم التائب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم رحمتك أرجو، فلا تعاملني بعدلك لأنني أستحق. اللهم رحمتك أرجو ولا أرجو غيرها، ولا منجي لي غيرها، فلا تكلني إلى نفسي ولا تطرقني إلى نفسي لأحل مشاكلي وأرفع كربي ومرضي طرفة عين لحظة واحدة، فإنك إن تركتني لنفسي تركتني لضعف وعورة وذنب وخطيئة، ودمرت نفسي. وأصلح لي شأني كله وتولى أمري كله. اللهم إني أخذت بالأسباب لا لأني أرجوها، ولكن لأنه أمرك حين قلت ولا تقتلوا أنفسكم، وأمر نبيك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقوله وتداووا عباد الله ولا تداووا المحرم. فلا تكلني لأخذ بالأسباب، فإنما فعلتها لأمرك، وتولى أمرك أمري وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا منجي لي إلا أنت، فأنا لعبد لا أملك أي شيء إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم الذي أقمت أمر حياتي بنعمك،
يا حي يا قيوم الذي أقمت أمر حياتي كلها بنعمك، برحمتك أستغيث برحمتك لا بعدلك، فأنا مستحق لما حدث لي، ولا أستغيث إلا برحمتك، ولا أرى النجاة إلا في رحمتك، فلا إله غيرك، وإني عبد ولا ينجيني إلا سيدي. اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في فقه الأذكار، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.